معرض حرفيات هو للأستاذ محمد أبو عزيز، تناول الحرف العربي بأساليب مختلفة، وأكتشولي اللي بيميز تجربته اليوم عرضها لأول مرة عنا بالأردن، تجربة حرفيات على الملح بالبحر الأبيض المتوسط، يعني عمل شغله على الرمل والملح بالبحر الأبيض المتوسط. اشتغلت على الحرف العربي في كثير من بالعديد من التقنيات صراحة، وكان هي بجوز من أهم التجارب اللي اشتغلتها اللي هي تقاسم الملح، اللي هو ذهبنا إلى البحر الميت أنا وفنان ومصور فوتوغرافي فرنسي، اشتغلت على أملاح البحر الميت، عبارات وحكم وأمثال مثلاً لآرثر رامبو، لسان جون بيرس، لناظم حكمة، لجبران، لهذول الشعراء والعظماء في العالم. حاولت أوظف الحرف العربي كونه هو أساس لغتنا العربية، ووظفت شعر لإلي ومقاطع مرتبطة بإشي له علاقة بعمان، فكرة سلم الروح. فمن ضمن المقاطع مثلا على عتبات القوافي: موجات الدرج ترتفع وتعلو، ثم تعلو لأعلى ثم أعلى فأعلى.